انا عازم بنات خالي النهارده. يا ستي دول جرابيع يا وجع الروك، مش خايف من الحسد؟ انا عزمتهم خلاص. وكمان لي ما خصوصا بقى كمان لي خصوصا ليا يا خويا. ايه يعني ملكة الاشف والجمال؟ ادخلي انت جوه بنتي. بقولك ايه، الحفله النهارده معموله مخصوص عشان خاطر كماليا. ليه يعني؟ عشان جاي لها عريس. واحنا مال اللي خلفونا؟ ما هو العريس اللي جاي لها هو اللي معيشنا في العز اللي احنا فيه ده. يعني كماليا دي اهم واحده في الحفله النهارده. يعني انت شلتها من دماغك؟ بقولك جاي لها عريس، ابقى حاططها في دماغي ازاي بس يا سيده؟ اذا كان كده ماشي. هو الراجل ده غني قوي. غني؟ وانهي غني؟ ده معدي الفلنكات ياما، ربنا يدينا زيه ولا حتى نصه. يا كماليا. صباح الخير. صباح يا سمر. صباح النور، هعمل لك شاي. لا تعالي، أنا عايزك في حاجة مهمة. عايزني أنا؟ أنا عايزكم كلكم. شوف أنا النهاردة عامل حفلة صغيرة كده بمناسبة نجاح الشركة يعني، وعازمكم كلكم فيها. شركة إيه؟ هو أنت دخلت الشغل وخلص؟ طبعًا، أنا نجحت فيه كمان يا كمال. أمال أنا كنت قاعدة ليه على مكتبي في الشركة مش لاقي حاجة أعملها؟ ما هو أنا بصراحة كاميليا اللي قايل لهم ما يدوكي الشغل. لازم الأول يا كاميليا تتعلمي شغل مظبوط وبعد كده تبقي تشتغلي. ليه؟ مين كان طلب مني حاجة وأنا قلت له معرفش؟ عموما مش مشكلة، أنا كنت عاملة حسابي إن من النهاردة مش هروح الشركة تاني. أنت اتجننتي بتقولي إيه؟ فيها كاميليا؟ ما واحدة واحدة عليا شوية، أنا لسه فاتحة الشركة. معلش، أصل كاميليا متضايقة شوية. متضايقة؟ حد يستجري يضايق القمر ده وانا موجود برضو؟ لا انا اروح اعمل الشاي احسن. استني شوفوا بقى، لو ما جيتوش وانت بالذات يا كاميليا انا ممكن الغي الحفله دي خالص، مش هعملها خالص مع اني عازم ناس مهمين قوي. كاميليا تالي كاميليا انا شفتها عندك في الشركه قبل كده. ما هي كانت شغاله في الشركه عندنا بس لغايه امبارح للاسف. يا معقول؟ ايه وسابتكم ليه؟ ما عجبهاش الشغل عندنا. ازاي بقى؟ على فكرة اللي بيبعد عننا بيخسر كتير قوي، خصوصا لو كان قمر زيك. ميرسي على الكومبليمون الحلو. كاميليا بقى تبقى أحسن وأحلى بنت عندنا في العيلة كلها. أحمد بلاش كده. بلاش كده إيه؟ دي حقيقة، واحنا عندنا في العيلة كام كاميليا. على فكرة هو بيجامل. أنا عمري ما جاملتك يا كاميليا وأنت عارفة كويس. أحب كمان أعرفك على عزة باشا. عزة باشا ده يا كاميليا يبقى ملك ملوك رجال. على كده بقى انت بتحب الادب العالمي؟ طبعا، مش كنت بدرسه؟ انا بقى بعشقه. مفيش روايه اقراها الا ما اتمنى ان اعيش احداثها بكل تفاصيل. زي احدب نوتردام مثلا. طب وايه الشخصيه اللي عجبتك في الروايه؟ الاحدب نفسه، كوازيمودو. قد ايه كان طيب ورقيق وجميل من جواه. طب وإيه رأيك في بطلة الرواية؟ أزمرند؟ لا لا لا، كانت أضعف من إنها تحب. الحب ده محتاج للشخص القوي، الشخص اللي يقدر يقرر هو عايز إيه ويعرف يختار. لكن أزمرند ما عرفتش تختار، عشان كده راحت للنهاية اللي كتبها المؤلف. ولو إني مختلفة معاك في الرأي، لكن أقدر أقول لك إني مبسوطة إني لقيت حد بيحب الأدب زي شكلنا كده. ممكن نبقى أصحاب؟ يا ريت. وانا عند وعدي، هكلم صاحب دار الترجمه عشان تشتغلي معاه. حرام واحده بالذكاء والرقه دي كلها تشتغل في مكان مش بتاعها. هو المرتب في الدار هيبقى قليل بس مستقبله هيبقى احسن. انا بفكر لك صح. صح صح. هي كاميليا جايه علشان الضيف العزيز ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، تعرفي تقفلي بقك ومالكيش دعوه بالموضوع ده.